الأسبوع الماضي وبحسب التوقعات السابقة ومع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية شهدنا تعزيز مؤشر الدولار وكذلك انخفاض الذهب، ونتوقع هذا الأسبوع أن يكون هناك هدوء في السوق بسبب التحركات المتقلبة للدولار في الأسبوع الماضي. الآن دعونا نراجع التقويم الاقتصادي من 27 إلى 31 من مايو. الاثنين 27 من مايو، كما هو الحال في الأسابيع الماضية، هناك القليل من الأخبار فيما يتعلق بالتقويم الاقتصادي. في هذا اليوم يغلق البنك المركزي في إنجلترا وأمريكا وفقط الاجتماع الاتحاد الأوروبي ومؤشر مبيعات التجزئة في كندا وخطاب ويليام من الاحتياط الفيدرالي، وأهم الأخبار قد يكون خطاب الرئيس من البنك المركزي الياباني في الجلسة الآسيوية، والذي بسبب الضعف القوي للين الياباني في الأشهر الأخيرة. هذه الأخبار مهمة. الثلاثاء 28 من مايو، في هذا اليوم يتم نشر مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية في أستراليا ومؤشر أسعار المواد الخام والمنتجات الصناعية في كندا ومؤشر أسعار المساكن ومؤشر ثقة المستهلك CB America. في يوم الأربعاء 29 من مايو يتم نشر مؤشر أسعار المستهلك الشهري لأستراليا وألمانيا ومؤشر ريتشمنت للإنتاج الصناعي والتقرير الأسبوعي لإحتياطيات النفط الخام وخطاب ويليامز من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC في أمريكا. الخميس 30 من مايو هو يوم مهم للسوق لأنه الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي لسويسرا ومؤشر ثقة المستهلك ومعدل البطالة وخطاب محافظ بنك إنجلترا المركزي في أوروبا. يتم نشر الناتج المحلي الإجمالي ومطالبات التأمين ضد البطالة والمؤشر النهائي لأسعار المستهلك PCE في أمريكا، ويمكن أن يؤدي نشر هذه البيانات إلى حدوث تقلبات في السوق. لكن الجمعة 31 من مايو في جلسة طوكيو ارتفع معدل البطالة ومؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان، مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر مبيعات التجزئة الألمانية والسويسرية يتضمن مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي والناتج المحلي الإجمالي الكندي أهم أخبار اليوم. نتمنى لكم أسبوع مربح وسعيد.